انت بتحب ربنا، انت تقدر تقول من قلبك كده انا بحبك يا رب. يا ما دعينا اللهم ارزقنا حبك، يا ما سمعنا العلماء بيدعوا والمشايخ في الصلاة اللهم ارزقنا حبك. يا ترى امتى هتقول انا بحبك قوي وتشكر قوي، تشكر قوي، بحبك قوي؟ امتى هتبص وتقول له الله الله انا بحبك يا خالقي، يا اللي اخترتني من وسط الكائنات كلها وخلتني ارقى درجه الانسان، ولقد كرمنا بني ادم، وبعدين اخترتني وهدتني، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، احسن مخلوق في الكون كله. يا رب يا رب انا بحبك يا رب. ازاي اوصل لانا بحبك يا رب؟ عندي سكتين، سكه الذكر باسماء الله الحسنى وسكه التفكر في اسماء الله الحسنى. يعني اكتر طريق يوصلك لحب الله اسماء الله الحسنى. ده النهارده الذكر باسماء الله الحسنى، انك تمسك السبحه، يا كريم اكرمني، يا كريم اكرمني، يا كريم اكرمني، وتحس وتقول الحاجات اللي انت محتاجها. الطريقه الثانيه انك تتامل اسماء الله الحسنى وتعيشها. نحن لن ندرك ذات الله، والله يعلم اننا لن ندرك ذاته، لا يمكن، ولكنه حنين. ادراك ذات الله مستحيل، ولكنه بحنيته قال لك مش هتقدروا تدركوا ذاتي، لكن تقدروا تعرفوا اسمائي وصفاتي. فعلشان تحسوا بي اكتر هديكوا حاجه تعرفوها. صفاتي هي التي تتجلى في الكون، كل الكون. مش لازم تعرفوا ذات الله، ولكن تقدروا تعرفوا أسماء الله الحسنى. بس فكروا فيها وحسوا بيها وتذوقوها، ومن هنا يجي الإحسان. تعبد الله كأنك ترى. إزاي؟ لأنك حاسس بأسماء الحسنى. أكتر كائن مهيئ إن هو يدرك أسماء الله الحسنى هو الإنسان بلا شك، وبالذات الإنسان المسلم، وبالذات الإنسان المؤمن، وبالذات الإنسان المحسن. ليه؟ لأن أنت نفخة من الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. أنت أكتر كائن يقدر يحس بأسماء الله الحسنى. بس تتحرك، روح، بس حاول، بس ابدأ، بس خد خطوة، بس